ثقافية. عرض اليوم الكاتب والمؤلف الدكتور محمد أمين أب الأبقاري كتابه الجديد المعنون بمدينة أبقار في عهد السلطان بن أجي ولي، حيث يتكون الكتاب من 133 صفحة. كانت المحاضرة بحضور عدد كبير من الأساتذة والباحثين الأكاديميين. تقرير منى حسن سكايا. يعد العلم واحدا من أهم وأبرز الأمور التي يحتاج إليه الإنسان، لأنه يلبي كافة احتياجاته الأساسية التي يسعى إليها، وأن الكاتب هو الموجه للتلميذ ويساعد على زيادة القدرة المعرفية لدى الإنسان. وبهذا فقد سرد الكاتب الدكتور محمد أمين أبا الأبقاري في كتابه الذي يحمل عنوانه مدينة أبقر في عهد السلطان بن هاجي ولي من عام 2003 إلى 2016، وأن الكتاب يتكون من 3 فصول. الفصل الأول منه تناول نبذة تاريخية عن مدينة أبقر التي تقع شمال شرق مدينة ماسينيا حاضرة سلطنة باقرمي، والتي تبعد حوالي 115 كيلومتر من العاصمة. الفصل الثاني تناول فيه أسباب زيارات السلطان بن هاجي ولي، والأخير منصب المسؤول عن مدينة أبقر. وخلال هذه المناسبة قدم بعض من الحاضرين أسئلة واستفسارات تدور عن دواعي تأليفه هذا الكتاب. يعني أي واحد يبحث الشيء هو يعرفه، تعرفه يعني البحث هو مثله ومثل زراعة. أنا حاليا كتبت عن أبقر، والآخر يقبل البيشي، والآخر يقبل الجمين، والآخر يقبل المسيا، ومجموعة كلها يكون شار. وللتذكير فإن الكاتب الدكتور محمد أمين أبا ولد بمدينة أبقر عام 1955 بشار باقرمي، حيث تخرج من جامعة الملك فيصل من عام 1999 على دبلوم في الدراسات المعمقة في التاريخ والحضارة، وحصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية من جامعة إفريقيا العالمية في السودان. وترقى الكاتب في مناصب عديدة كمدير لإدارة البحوث والتعاون بجامعة عنجمينة، ومحاضرا بجامعتي عنجمينة والملك فيصل.